بعد إصابة الشناوي وصلاح مع المنتخب، هل فعلا هيعوض الفيفا الأهلي وليفربول؟ الأندية ملزمة وفقا للوائح الفيفا بدفع رواتب اللعيبة وقت إصابتها، بس الأزمة كانت لو الإصابة دي جت في ماتش دولي قبل بطولة اليورو سنة 2012. وقتها الاتحاد الأوروبي عمل برنامج لحماية الأندية الأوروبية من مخاطر إصابات اللعيبة خلال الماتشات الدولية، ووافق فعلا كونجرس الفيفا سنة 2012 على تطبيق البرنامج ده على الأندية على مستوى العالم كله، بتعوضهم حال إصابة اللاعب في ماتش دولي، علشان يضع الفيفا حل عادل لتعويض الأندية ويفك أي اشتباك يحصل ما بين النادي والمنتخب. الفيفا بقى ملزم يعوض النادي عن إصابة لاعبه في الماتش الدولي طوال فترة الإصابة. قانون برنامج حماية الأندية بينص على تعويض كل فريق في حالة إصابة اللاعب ابتداء من اليوم 28 من إصابته، ولا تتجاوز مدة التعويض 365 يوم. طب قيمة التعويض بقى نفسها بتتحدد على أساس إيه؟ كل اللي بيحتاجه النادي انه يبلغ الفيفا بتفاصيل عقد اللاعب الاساسي بدون المتغيرات ومدة غياب اللاعب بسبب الاصابة علشان يتحدد على اساسه التعويض. مثلا الاهلي سنة 2019 حصل على 148 الف دولار من الفيفا كتعويض عن الفترة اللي غابها مروان محسن مهاجم الاهلي وقتها بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال كاس الامم سنة 2017 في الجابون. الأهلي بيتكرر معاه نفس الأمر السنة دي مع إصابة الشناوي في الكتف وهيحصل على التعويض المناسب، بس ليفربول بقى مش هياخد أي تعويض لإصابة صلاح إلا بقى إذا غاب صلاح بسبب الإصابة دي عن ماتشات بعد انتهاء فترة كأس الأمم الإفريقية.